أمي أنا بترجاكي لا تساوي هيك. بعدين أنت ليش لحتى تستمري بعلاقة مع رجال ما بيحبك؟ أنت بحاجة إله لحتى تضلي تعاني وتتعذبي؟ أي والله معك حق، مزبوط اللي عم تقوله. أنا ماني بحاجته ولا بدي إياه. إيه طبعاً مانك بحاجته. اسمعي، أنت مرأة قوية كتير، مانك بحاجة لأي حدا لتوقفي على رجليكي. وإذا احتجتي أنا موجود، أنا جنبك وما بتركك. رح نكمل حياتنا سوا، لا تقلقي، لا عاد تزعلي لو سمحتي. الله يخلي لي إياك ابني، بشكر ربي إنه أنت ابني، الله يحميك. هيك ها، خلي وشك يضحك شوي. بعدين كلام أبي مزبوط، أنت بعد هلأ رح تكوني مرتاحة وما عاد في شي خليكي تعصبي. تمام ماشي ابني حبيبي، أنا هلأ أحسن. إذا أنت منيحة لا روح على المدرسة، وإذا متضايقة فيني أبقى معك. لا روح على مدرستك، وأنا متوعدة مع آيلا رح نقعد بشي مكان ونشرب قهوة وندردش، هيك بغير جو شوي. منيح، مثل ما بدك. هاي إجا التاكسي، روحي فيها. ها؟ أمي لا عاد تزعلي وتتضايقي لو سمحتي. ماشي انتبهي على حالك. يلا موفق بدروسك. تسلمي لي. أمي بعتت لك هاي الشنطاية فيها تياب وغيارات نظيفة. ايه كتير منيح. هي مفكرة انها عم تحاول تغطي على غلطة بهالطريقة، وإذا ضلت بهاي العقلية رح تجهز لي كتير شناتي. لا تقول هيك بابا، مفكر انك عم تعاقب أمي بس انت عم تعاقبنا إلنا، نحن منشتاق لك كتير. ابني وأنا بشتاق لكم كتير، بس شو بدي ساوي؟ ما عاد يطلع بإيدي أي شيء. بعدين انتو بتعرفوا أنا وين موجود، لما تشتاقولي تعالوا لعندي ومنشوف بعضنا. ايه بس عمي لأمتى رح تقدر تتحمل هالوضع؟ معقولة تنام على كياس الطحين والكراسي؟ والله ما عندي مشكلة، صحيح ضهري عم يوجعني ايه بس راسي مرتاح كتير. أنا بكون منيح لما ما تكون في جنبي مرة بتضل تكذب علي. عمي بدي أقلك شي بس لا تعصب. أنا الغلطان بالأساس، أنت سامحتني بس ما سامحتك، هيك مو عم تظلمها؟ لا ابني أبداً، لا عم بظلمها ولا شي، هي بتستحق اللي عملته، بتستاهل. ليش أنتو ما عم تفهموني؟ انت لساتك صغير وعم تشتغل بهموم اكبر منك، طبيعي تغلط لتتعلم من اغلاطك. ايه بس مرت عمك ما انا صغيره، قسما بالله طول حياتنا مع بعض وانا عم حذرها انه ما تعمل هيك. كتير قلت لها لا تكذبي ولا تعملي شيء من وراي، بس هي ولا كانه عم بحكي معها. تركنا منها هيك افضل. يعني انت ما رح ترجع على البيت؟ لا والله، حتى ما بعرف اذا رح ارجع بعد هلا. بكفي لا تتلهوا، روحوا على مدرستكم، روحوا انا منيح. لك يلا روحوا بقى. عمي بتشكرك كتير لأنك سامحتني، يخلي لنا ياك. ابني انت قلت لي انك ما عاد تعيدها وانا صدقتك وخلص انتهى الموضوع، خلصنا ما عاد عيدها وعد. الله يحميك ويوفقك، يلا روح على مدرستك. شوفك عمي. تجربة الصوت 1-2. عمر انت امشي قدامي. صباح الخير يا طلاب مدرسة أتمان، أهلين وسهلين فيكم بيوم جديد أعزائي. شو عم يصير؟ كأنه هاي الجملة تبعي مو؟ في حدا سرق جملتي؟ أنا ممثل طلاب المدرسة دروك أتاكول، بتمنى يوم حلو للكل. هذا راديو المدرسة، الأستاذ بوراك طلب منا هذا الشيء، واليوم دور دروك وأنا اللي بعده. أنا اليوم بدي أعطيكم نصيحة حلوة ويمكن أغلبكم بيعرفوها، لازم تعرفوا قيمة حبايبكم وصحكم تترددوا للحظة أنكم تظهروا حبكم إلهم. دائماً فرجوهم حبكم ولهفتكم. مثلاً النموذج الأول، أنا بحبك آسيا إيرين. أنا بحبك كتير.
رح يكون أقصر بس إذاعي بالتاريخ. إن شاء الله خير. عن جد دوروك مانو معقول، ما بيضيع ولا أي فرصة. الشاب روميو من ولادته، يعني هيك خلق ما بيتغير، وأنت جولييت الخجولة. عمر بعد هلأ أنت رح تفوت من باب المدرسة قبلي. كأنه هالمدرسة مزرعة أبوه، وهي هيك بالنسبة إلك كمان، بس هو دائما بيتصرف على هواه. بدي أذكركم أعزائي الطلاب، دورة الموسيقى رح تبلش هالأسبوع، وكل المهتمين بيقدروا يتواصلوا معي. عن جد هو عم يتصرف بالمدرسة أكثر من المدير، منيح إنك عم تتحمله. بدي أخبركم معلومة تانية، تعدلت أوقات الدخول على النادي الرياضي، الأوقات الجديدة بتلاقوها على لوحة الإعلانات. بتمنى لكم يوم حلو. إيه أنا الحلو. أنا مستحيل أقدر أحكي بالإذاعة مثله. تركنا منه مشان الله ومن كل هدول التافهين، وين الصعوبة إنه تطلع وتحكي لك كلمتين حلوين؟ عم تطلع على الموضوع من ناحية مختلفة، يعني من الناحية الغلط. تفضلوا يا شباب، هذا الإسبريسو القوية اللي أنتوا طلبتوه. بتشكرك كتير. شو عم تساوي؟ تروك أنا بحلها. تلقى أنا كتير اتدينت منك مصاري بهالفترة، شكراً إلك. مو مشكلة، بتسددهم بعدين ولا يهمك. زينو عطيني قنينة مي نشف حلقي. يلا جاية فورا أخي. تفضل. شكرا، يسلم إيدك. صحتين وهنا. أخي دوروك، نحن حابين إنه ننضم لدورة الموسيقى، ممكن تزبط لنا الموضوع؟ ايه تكرم، هلأ منجهز قائمة ومنكتب أسماءكم على راسي. أنت ملك أخي. بعرف، تعال خلينا نقعد هون. ماشي. والله أنت ملك يا أخي. بالوقت اللي أخوه الحقيقي واللي دمه واحد عم يتجاهله، ايه ماشي، هو عم يتصرف كأخ كبير لناس لحتى يصير الملك، وعم يجمع الكل حواليه. لك معقولة أنت ما بتتضايق من تصرفاته أبداً؟ أنا والله ما عم بفهم عليك، يعني الرجال عم يتحد مع أبوي اللي بعدك ومعتبرك مانك موجود؟ أنا بعتقد الموضوع مو هيك بالضبط. أبي معه حق إنه يتضايق مني، ودوروك بسبب أمه علاقته مع أبي متوترة، لهالسبب ما عم يهتم فينا. طالما هيك مو مشكلة، بس أنا ما عم بقدر أتحمل عمايله، ما بعرف شو السبب، بس ما رح يرتاح قلبي لساوي شي يضايقه. إن شاء الله خير. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.